questão rota ali no. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين
الضالين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة
من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويكأنه لا يفلح الكافرون. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويكأنه لا يفلح الكافرون. لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أهلا وسهلا بكم. رمضان اللي قال سيدي كل يوم يدي حاول الله إنه فتي السبب رمضان كل شهر كل يوم بضعنا صحابة التقيت فتي على نفسي من تقدر تعي سيدنا أبي بن كعب حديث في صحيح مسلم عمر رضي الله عنه وأبو الحذيفة الحذيفة صحيح أصحاب الحذيفة وحي إلى ذلك وأهمية كعب رضي الله عنه أيوب بن تهي كل هذا المعاصرين كانوا وحي إلى ذلك لأن تقدر السبب شيء قوي كويس في الدشاء لكن أكدوا على روحي وجود هذا البيت الطبيعي رضي الله عنه وهذه كانت كل شر في نهاية الابتدائي النصيب. علماء وحي إلى ذلك حفظهم الله انتم البغري لأن تقدر روحي وأخبارها هي التي يدينه يعني التي يدينه كل يوم بين هذا الأمر بداية يعني صلاة كلية ليلة القدر يا رب العالمين ليلة القدر على رب العالمين ما نتها على هميك إلى صلاة قبل يسوع إلى ذكر سوى يسوع إلى دعاء يسوع إلى صلاة الله يسوى يسوع وحياة فرق الله أمر هاي لو كلية صلاة تضعوا هاي ستا ليلة القدر اللي هو هي تبدأ صلاة اللي تهجي هاي لو كلية صلاة هو 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 وحوين لكن كل جاي ما صلاة طيبة أيضا من بيشة كتير ده برازة سوسس ويا نماذج دوتي السبب رمضان يا الله سبحانه وتعالى يكسب في رمص
some of the ulama, they are saying that the Prophet is on the 27th itself, while some of them, they are saying it's moved from night to night, 21, 23, 25, 27, 29. They also explain to us that if you are looking for Laylatul Qadr, don't look only in praying only. Give sadaqah, it's part of getting Laylatul Qadr. Call your families and have sila with them, connection with them. Do dua, do supplication to Allah subhanahu wa ta'ala. As we all know, this year brought you, inshallah ta'ala, to replace those partitions, inshallah ta'ala. وحين صلت الله ترك الله العقل ومورين هي ما شغلك بدله العقل الحمد لله رب العالمين لا يفعل بينه وليس also to change some of the windows we have a problem with. I have a very good news for you. One of our sisters, جزاها الله خير, she bled 7,000 pounds towards the windows. تكبير الله سبحانه وتعالى bless this sister ولا شيء من الله بارك فيه أمين أنا أخواني إلى هاي عند العودة لي وعفوك عوزي أدي وإلى هاي جل وعلا جنة في الدوسة الله قريب عدي إذا الله أصدر شهر مئة شوع الله خير علي توبد الله بسه توحيدك الله بسه توفيق الله بسه وحين أبا أنا وقت بطلنا يصنع إلى 20 من تريسية ولا لا إن شاء الله تعالى تشوي بردا هستوي بردا ألقى تلفون سيء في نقوة بردا تبقى بعد الصلاة بسمية تعقلها إن شاء الله تبقى يكون تدبق بين غيرنا وحين أبا أنا إلهي ترتي صدق ولا لا أما إنمي هبلا إن الله ما ينعلم لنا عنه وإن السن يدو الدعينه إن الله إلينا تقضي الكرسية وسن أقبل إلهي وأقبل عالم ونرشه ذي سبدا بصمعي وإلهي سبحانه وتعالى دلت صدق راسي إلهي دلت وقت ما يستر صدق من الغطر دور شبل من كل عين صيا إلهي دلت يا إلهي دلت مساجدك عاونة تقضركم قبض عين وعطيك أسماء التكبير وعطيك أسماء الله هل الله علي قدرة تشهر وعطيك أنا بصدقها جهنا بلو صدق على رابع هي أعبد ولبكم إلهي سبحانه وتعالى دلتهم بحية صدق وانتهى لك دعية صدق الله أكبر صدق الله أقول الله أكبر ليهم ألقي كسو صالح خير من الله أكبر إلهي لا تقدر أقل سيهم إلهي دم بقود عبد عبد إلهي من أدوه أوض فضيهم إلهي وحي جعله أبدا الله سيهم إلهي شفاعة النبي كبيك على الله خيهم كل حوض النبي كعبد الله خيهم أولاد الله بركي أمين يا إخواني أولاد الله بركي ورزق الله بركي عفاك الله بركي شيخ أحمد صدق مرة يا عيني حق الله حق رجع الله ما يجيني كذا إن شاء الله بسم الله يا إلهي كتب نحن يا من دون زمام يدي كنت نقول يوم كتب هذا نحن إنسان إن شاء الله يا إلهي ده ويقول شو يا من دون زمام كتب كتب يا شيخو نحن من دون زمام طبعا كنت واقف يوم والله سنشوف الشيء فتح كنا ولا لا كنا كتب تمام يا إلهي يا قاتل كريس هبلها سيجارة. ليش تقول سيجارة؟ أتعلم. حكولي كل ما هو. هبلها شنو بنتقالي جنابه إلهي دكتي. كروني ما ترى مك؟ هم لا. كم بين سوداتين؟ سواء شيخ من. ما كن شاء الله ولن نوصل من هنا. يا كن ما تنتظر عليه. غير كل ما الله يقبل إن شاء الله. إلهي ما كن ضيعي. الله حبيبك. الله أبان بحنا. أنت تعلم بعيا لينا بقول هذا، أمي يا، ساعة تين لسان، ريت تين لسان، أكو أخذنا بقول لسان، يا بي، إذا هذا تقول بعيا، جالس، عشية، هسي وها كل هم هو يلصق البرتقالات ولا يتعلمون، إخواني جزاك الله خير، الله يوفق بركة لبنتين. كل يوم خليك يبدي سرعتك قريبا يا إلهي دتي رسالة الثاني بعضيش الكاع روتي الرحمة الله يسعي نفوس على قضية وإن بدها دقينا بشأن يكون موكي صدق راسي وهي لا الحمد لله رب العالمين وحين يوم هنا يتمو بلا إلهينا والدعاء بها وليلة القدر كفع يسلم الله ما فرصت صلاة ضمينة قالي إلى قالي واي إلى طهر دماني إلى تحمصني إلى طعام المدعي الله يعلم ها شيخ أفر كبر هاي نعلم والله أكبر أفر كبر من الكرة الله أكبر تكبير تكبير وظالي نجيب ليه مش نجيب ليه ها شيخ قبلها قليلة يا رب مجرم ما شاء الله شكر الله بارك يا ابنها إلهي الله بارك يا ابنها وعلم كوسي يا ابنها واسمك الله بارك يا ابنها الله بارك يا ابنها ومراك كوضون إلهي سبحانه وتعالى يا أحمد وكذا معنا إن شاء الله وأنا سوسيني أتريد أن أغسل صعبه تضبطون إلى الصوم منا ما تعني إن لك شوكين
تظهرون كل عين تظهر الله فينا غدر الله فينا لما تشوفان إنه هو على يوم يقول هذا شو يقول ليه تنكسيا رواز we will go inshallah ta'ala with 500 pounds we need 10 brothers to give 500 pounds for the sake of Allah five from this home and the rest from down ثم قال على من بعد وشان هو الكنا وإلى هيدا تمشي بقول الله يوم بقية وقت بقول من إسحاق يا لي إسحاق ما شاء الله وراك يا مليار الله بركاته حاسه فتاه الله سيد ولدي سال الله فضيله ورجعني الله سيد وراك الله سيد الله يرجعني هاي وإلى هنا القلب سبورة سيد الله سيد يا لي نبي إلى هيدا تمام الله الله يكرمه وحيد بركاته والله ما خلص قوات جالس رمضان أيام المعبدات من هاي ويصعون ضغطا وإن ما نسأل لكن عام أجر دي بينه هنيا إلهي سبحانه وتعالى درت إياه لما يلي شهد أحمد الله وبركاته ف... قفوا قفوا قبل يعني شام الله في الله بحكم حين كرام ساحق قرام دي بمصور من الكرام ساحق دي بقول بغلطه قري كرام لكن إن من فدعانا ما حقاته ومدل أن يفق لي يا نبي إلهي سبحانه وتعالى درت يا أخواني الله أحمد شام دي ورابك سيد نبي عليك إلهي أبرك أيه ونبي الله صلى الله عليه وسلم وعمر الله قد يرى عفاك الله كل سيدي وذلك الله كبر كيو جوعي جهنا الله خير علي نيتي دريد الله كبر كيو عقلي غير عندي عود الله كبر كيو سبحان الله قد يا الله قد يا استحق الله ما شاء الله تبارك يا الله كريم الهي ولا في غنا فرح الذي ما شاء الله يا ما ولا في الله كبر كيو امين اخواني امين صدق الله كبر كيو امين عمر الله كبر كيو عفاك الله كبر كيو عود الله كبر كيو زوجي صالح الله سي سكولري سي شعب علي سي شعب شقدي سي انت والله بارك لي ولادي لي سولنا مع سنه الى اسم الله تعالى سي اطفى من انا شيخ احمد يا يور شنو الى هذا التقواني الى وقت يا باي هاي صلاه وقت والله من هو يري اجل كله بدي 500 باوند قول له بدي تصدق بالله سبحانه وتعالى يا يور شنو يا اخواني اذا ما شاء الله انت يا عيسى حتى قوم مش شغال يا شيخ والله الله وليك يا باس انا ساكه حكاكم بس ورا يعني ان شاء الله يصبح الدوران ما انا قصد صدقه دوله بينه صدقه الحور والطور والبديسا ما يرسو صدقه الحور هو والبديسا تقول عليه الصلاه والسلام يعني لا يبلغ ما فقط من شيء هو يبلغه الى هم يدين بدريا شنت بقول ما تبحيس والله لا اله الا بدك يا حسينيا وخسرت ابوك بحينيا وعلي ابوك دارينيا وعدي كهرب سن ساعه فقط حسينيا يا يوشع يا الهي قدرت باذن الله تعالى إلهي درتي يا نوش إلهي حقا إلا مضى أبو الله يصور البرقلين دوران إن شاء الله شرطة يكون يستعمل رقا يا نوش إلهي أن يقدم ذو دولار عليها الله يكرم يا هذه البركة من تقدر كل ذو قرما يتم في قوة الله إلهي سبحانه وتعالى وضع الله يخير واحد إلهي نسوك حيير نسوك توسيي واحد كلام معها واحد إلهي قلت إلهي يانا لتقدر الله إشاء تاسو صدقه بحسانه إلهي سبحانه وتعالى يأتي الله بالله بيه فرق بضم وإذا يبقين بها ليسا وإذا يبقين ربما يسبت ليسا الله يبقين وركع شيء وفي شرع الله إنه شيء نحمد الله سبحانه وتعالى بركة آمين أخواني والله يا أمير لها الله بركة ليس الله بركة عفوا الله بركة غيرك الله بركة ولا تدي سوى معصية هاي كعدي سيدنا الله بديه شفع علينا بكيه الله خيره كيه أو كنا بيك عبد الله ومن الله خيره إلى إلهي إنسي جنيم الله كبد باري إلهي سبحانه وتعالى هبر الله بيه هبر كيه هو بجعله ولا يصير قم عشان يا حبيبي حاجه انا ما بسا اوه ها هي قوم بس انت مش انت حاجه كده بدون شيء حبيبي هو سيقول لنا ان شاء الله تمام تمام قف هو حين بحال هاي تمام قف او من لو بقول او بقى رسول هو بقى تمام قف او من لو بقى يا نوب لاوي ما شاء الله ما كان سعيد لاوي الله بارك فيك صدق الله وكعبه تعال تملك الله تكعبه لا يكون عيون يوم يوم جدا الله بدي ولا تجد الله معصية الله كسية وعبد الله كون داري عبدك الله كسية دي شيخ أحمد وين هو صعنا يا نور النبي ولا كم يري النبي ولا كم الله بروض الدنيا شيخ أحمد الله هو بركاي وليس الله بركاي وعفوك الله بركاي وعبدك الله بركاي ومرة أدرك الله سي ولا كم صدحة هي صدحة إلى هي ولا كم هي بركاي يا الله يا رمي عيو عوية الله العظيم يقول إلى يبيعها أما أمين تقول عوية الله ما تبلك معانا والله كما يلا فريق والله الله بركاي ما صدق يا فر الله بركاي ورزق الله بركاي وعلم الله بركاي وحوك الله بركاي وعفوك الله بركاي ومراتي دي سوق دل الله مراتي دو دل دو دل الله عصير وعج عيا دو يا سلام الله عصير أفر بامر يا شيء جزاك الله خير وصل لي وشهد ما شاء الله تبارك الله شيخ أحمد وشم من ريا هذا دي بقول أوكي هذا بحق هذا كمل إلى هاي واخر الله بركاي ورزق الله بركاي وعفوك الله بركاي وحوك الله بركاي يا ايها
قبل هي واحد بقيان كمان من لما بقر من لما خلاص الله يا تمام من لما بقر يكون ترى قبل واحد بقيان تمام من لما بقر يكون ترى الله بارك لي سلام الله الله بارك لي واحد ده اللي هو يوم تاني حاسس كني الله بارك لي وعمر يا الله وده لي وعفنا كان نفسي يعني وعود كان نفسي يعني الله إلى هاي ولد كان بارك لي تي ولد كده غلالي كان الله الله سبحانه دي تي ما تحري هاي لا دد خمسة صار إلى هاي قبر إنه والله أنت العدد أبدا بطيبة إلهي وحن قبر إلى التقدر إلى الأخرى وإلهي دب يجيك ملكات بلاحظه ولا لا أسى ولا لا أسى جحها ولا لا أجحها إلهي بركيها بينها إلهي من الأم بركي وعقلي كهو بركي شيخ لما قدر كما حصى يا شيخ هكذا لما قدر هكذا لما قدر نحن رحي الله هو سيدين قبل روحي هذا الكور كور حلال له دعية إلهي كور حلال أصيب وهم أدام مرسل الله أي نبوه ونحسن أصيب إنما ذي حسنا قد الدعية وحي مذيك اللي وصين قال إلى هاي قوة سيد السلطان إلى هاي الله يسوه بركة قال إيه إلى هاي يا رب يقول كل بيدور يقول إلى هاي كل خير إلى هاي كل خير راسي فقلت له ما قلت له إلى هاي كل خير ما الله ولي أوكي الله ما يدي ما الله خير أنا كنا ما بشي هاي هاي ولا ما صار يعني يا طب الله لا ما بقى قلت له بيتوا هذا فرح فرح لا ما بقى له بني إلى هاي تنسي سبلي يا بني لا ما بقى له هاي هاي عبري لنا قرب يا يا بحنا والله لا ما بروحه أنا سبيه ذيك أول مستني مين مين بعده ليش أنا حبيت أطلع لكم غير ما أصير مساعدة لما ما يكون هاي ربنا يكون الله بعده أنا يوم بعده ما شاء الله هذا يا هو كذا يا رجال هو ده عشان زيادة تبي سكاية تبغى ما هني أنا بقى طبيعي تبغى سكاية هو ده الله بارك فيه أوريس الله بارك فيه وعافية الله وسيا دي توفيق الله قصبه توفيق الله قصبه ما فيها دونا فكرة توفيق الله قصبه سكاية تبغى توفيق الله قصبه وتوفيق الله قصبه وتوفيق الله قصبه وعمرك الله وداري وطاعة الله إلهي سبحانه وتعالى الله قدره ومرادتي سمع صلاح الإلهي سر كسر كيس عارف ما هو على هكا أبو جارسي إن شاء الله سيئة كيس غانيسة من سيئة لا سمع سيئة حين عمر لا ما أعرف شيء أحمد وحكا أحمد قدرنا هل قفنا حكا حكا قفنا قفنا كورشي ما يلا ما ضبقى الله 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 يا أبو جارسي الله ما شاء الله يبتسم ما يسيدها يا ما هو طالب ده يا.
الله خير.
استو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف بدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف يبدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلاة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أوليت وأعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وكن لنا ولا تكن علينا، وأعزنا ولا تذلنا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك، جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم وارحم جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا
وبالسيئات عفوا وغفرانا وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل في التراب وحدنا اللهم أنس وحشتنا في القبور واجعل قبورنا علينا روضة من رياض الجنان ولا تجعلها علينا حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا داعيا إلا أجبته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مسافرا إلا رددته ولا صائما إلا قبلته ولا أيما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد نساء المسلمين الحاضرات منهن والغائبات اللهم حبب إليهن التستر والحجاب وأبعد عنهن التبرج والسفور واجعلهم راشدات حافظات للغيب بما حفظ الله وانصر شباب المسلمين وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا منقذ موسى في التابوت ومنقذ يونس في بطن الحوت ومنقذ الحبيب المصطفى بخيوط العنكبوت أنقذ الإسلام والمسلمين من كل ملحد وطاغوت اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين وفي ميانمار وفي جميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب برحمتك يا أرحم الراحمين يا اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق كل من أنفق في هذه الليلة وتصدق في سبيلك، اللهم وفقه لكل خير وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على خير البرية وأزكى البشرية محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.